الحمد لله الرحمن الرحيم التواب الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاتقوا الله تُفلِحوا، وأطيعوه تسعدوا وتفوزوا. عباد الله، إن ليالي العشر الأخيرة من رمضان عظيمٌ فضلُها جليلٌ قدرُها، فأحسِنوا رحمكم الله انتهازَها بأنواع القُربات، وسارِعوا إلى أسباب نيل الرحمات. كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يجتهدُ في العشر الأخيرة من رمضان ما لا يجتهدُ في غيرها، وكان يشتد اجتهاده في هذه الليالي بما وصفته عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. فيا عباد الله، لا تضيعوا أوقاتكم، واحرصوا على اغتنامها بأنواع الطاعات من ذكرٍ وتلاوةٍ وصدقةٍ وصلاةٍ ودعاء. لا تفوِّتوا ليلةً من لياليها لتوفَّقوا بتوفيق الله وعونه وتسديده لليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف شهر. قال صلى الله عليه وسلم: تحرَّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فلا تضيع أيها المسلم هذه الليالي، وفيها الأجر العظيم والفضل الجسيم. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاجتهدوا في هذه المواسم الثمينة والأوقات الفاضلة، فمن جد واجتهد فاز وسبق. في الحديث القدسي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن الحرمان المبين أن تفوِّت أيها المسلم ما تفضَّل به الله جل وعلا على عباده من أسباب الخيرات وسبل تكفير السيئات ورفعة الدرجات. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وصححه بعض المحدثين. ومن التوفيق في هذه الأشهر أن يحيي العبد سنة الاعتكاف ليأنس بعبادة ربه ويخلو لمناجاة إلهه وخالقه، فما ألذها من لحظات وأمتعها من أوقات. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال الزهري: فيا عجبًا للمسلمين، تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله. فيا عباد الله، أقبلوا في هذه الليالي إلى أنواع الصالحات، واجتهدوا في التقرب من رب الأرض والسماوات. قال جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم وللمسلمين في الأوقات، ونفعنا بالعظات، وأعظم لنا الدرجات، وكفر عنا السيئات. الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين. اللهم صلِّ وسلِّم
وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه النبيُّ الأمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، ومما يجب على المسلم في آخر الشهر زكاةُ الفطر، ووقتُها الفاضِل قبل خروج الناس إلى العيد، ويجوزُ تقديمُها قبل العيد بيومٍ أو يومين، ولا يجوزُ تأخيرُها إلى ما بعد صلاة العيد، ومقدارُ الواجبِ صاعٌ من قوت البلد مما يأكله الناس. وتعطى الزكاة المفروضة للفقراء والمساكين فقط دون من سواهم من أهل الزكوات، كما هو الراجح في قولي أهل العلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومما يشرع عندما تغرب الشمس آخر يوم من رمضان التكبير المطلق، كما قال جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويستمر التكبير إلى فراغ الإمام من خطبة العيد. فعظِّموا الله جل وعلا يعظِّم لكم الأجر والمثوبة، وإن مما يكفِّر الله به السيئات ويرفع به الدرجات الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفِّقنا لليلة القدر، واجعلنا ممن فاز بعظيم الأجر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج هم المسلمين، اللهم قضي الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده، اللهم وفقهما بتوفيقك، اللهم سددهما إلى كل خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير رعاياهم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا وأغث جميع ديار المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.